عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون يسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح، ويسعد مساكم اذا كان عندكم مساء ان شاء الله. شباب احنا النهاردة ان شاء الله رحلة جديدة من ميامي بإذن الله على التسقيط على الدنيس. هنخرج من هنا من ميامي ان شاء الله، هنتجه ان شاء الله شرق ناحية وير والمعمورة. هننزل على ارض اسمها ارض الدنيس او ارض حصوة. تمام ان شاء الله، ان شاء الله يكون فيديو كويس نطبق فيه كل الكلام اللي قلناه على الدنيس قبل كده باذن الله. واحنا النهارده ان شاء الله هنطلع لكم دلوقتي صوره، الصوره اللي هتطلع ديت النشره بتاعت النهارده. هو الريح المفروض ان هو من 15 لحد 20 باذن الله، ولكن هو البحر من متر ونص ل 2 متر، هو بيبقى عالي شويه على الناس اللي هي مستجده، ويا عالم برضو احنا ممكن كمان يبقى عالي علينا احنا كمان يعني. ان شاء الله يبقى فيديو كويس باذن الله، خليكم معانا ودعواتكم كده بظهر الغيب ان ربنا يكرمنا باذن الله. جمعين هنا عند بوابه سيدي بشر 2، هناخد المركب هيدخل لنا هنا على الطوب اللي انتم شايفينه ده كده، المركب هناخدها من هنا وهنطلع من الفتحه ديت، ان شاء الله هنروح ناحيه الايه الشرق باذن الله. الله كريم، يكون فيديو كويس وخليكم معانا ان شاء الله. هنبدا نطلع ان شاء الله من الفتحه بتاعتنا البغاز اهي. طبعا شايفين البحر عامل ازاي يعني. بعد اذنكم يا شباب ادعمونا باللايك والاشتراك في القناه عشان القناه بتاعتنا تكبر. وفي اخر الفيديو هيظهر لك فيديوهين فيهم معلومات كويسه جدا عن الدنيس، يعني اللي حابب يزود معلومات عن الدنيس يخش على الفيديوهين دول. وخليكم معانا ان شاء الله، الفيديو هيبقى كويس. اول استفتاح معانا اهو يا شباب، الصلاه على النبي، ما شاء الله الدنيس حلوه ان شاء الله. ثاني استفتاح معانا موزة يا شباب، يا كريم يا رب. معانا برضو، لا مش السويسي ده، معانا برضو حلوفة. أول حاجة معانا النهاردة إن شاء الله. ما هو معايا بالعافية خلاص. صلى على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. صلى على النبي. عم خالد حبيبي، عم سامي حبيبي، العب يا حداد. صلى على النبي، ما شاء الله. صلى على النبي، هجوم الدنيس يا رجاله. صلى على النبي، هو بتاع الموز الخيار. يا حلاوتك يا كبير والحداد. المركب ولعت يا جدعان، هجوم دنيس يا جدعان. صلي صلي ان شاء الله. يلا على النبي، يلا يا حاج، صل على النبي. دنيس على المصران اهو يا شباب. ما يعرفوش المصران. ايه المصران ده بقى يا باشا؟ اه معايير. احنا ان شاء الله النهارده هنعرض العده بتاعتنا بس بطريقه مختلفه. يعني معانا الاخ محمد اهوت، الاول بيجهز في اللنسه بتاعته اهوت او في الارمه بتاعته. السلاح اللي معاك كام يا حاج محمد؟ السلاح ده 4 ملوي. 4 ملوي برضو بالراجع نفس بتاعت. السلاح اللي احنا معانا اهوت ان شاء الله واشتغلنا بيه قبل كده. بعد اذنك برضو نفس السلاح اهو يا جماعه، برضو الملوي ابو راجع. ماشي استاذنا، السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ 3 كفتة. الاسم بعد اذنك؟ الاستاذ محمد فتحي، مختلف شوية، هيشتغل ب3 كفتة. عم خالد 92 10300. نفس القصة برضه يا جماعة، ملوي بحلقة بس عم خالد من غير راجع. كوري العلبة دي جميلة. ياباني ياباني بس نزل سعره للناس. مش مختلفين كده يا جماعة على عدة الدنيس ان شاء الله. كده السلاح يعتبر كله ثابت كده ان شاء الله على المركب بحالها. الناس دي طبعا احنا اول مره نتقابل معاها، وبرضه لقينا السلاح اللي معاهم نفس اللي احنا شغالين بيه. انا بالنسبه لي انا السلاح بتاعي برضه نفس اللي ايه اللي مع الشباب. خليكم معانا يا شباب. استاذ خالد، استاذ خالد بالصلاه على النبي، اطلع 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 اطلع. صباح الفل، وشك استاذ خالد. الله كريم. ثالث استفتاح يا جماعه، استفتاح
نفتح التالت ده ان شاء الله. ضرب حاجة حاجة صلاح، بسم الله ما شاء الله. هو ثلاثة في سبحة واحدة ما شاء الله. حاجة صلاح جاي يا كريم يا رب. معانا ضربة مباشرة، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم صل على النبي، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله. موزة على المصران يا جماعة، موزة داخلة على المصران، تمام يا كريم يا رب. جت متأخر خالص في الليجس. ها بسم الله ما شاء الله، الله ينور يا ريس. صلاة على النبي، افهمها وانشرها، افهمها وانشرها، افهم وانشر. العود التمساح يا طباق، يا طباق اكوا مارينا. ها انا قديمه، اطلع يا عمده، الصلاه على النبي يا عمده، يبدا يا حلو يا عمده، صلاه النبي، صلاه النبي ما شاء الله. حضراوي النبي ونظر دينيس يا كريم يا رب. اول شرغوش معايا اهو يا جماعه، الله كريم، صلاه النبي ما شاء الله. حلاوتك يا ريس، هات هنا كده مين، صلاه على النبي، بره ما حد سامع له صوت يعني ما شاء الله. ومين عمال يصلي على النبي يا مس يا كريم يا رب. بس محمد جاي لك اهو يا ريس بيسو. ايوه فينك يا ريس؟ طب يلا خير ماشي، تعال تعال يا لعبك يا ابن جاتي. بسم الله ما شاء الله، الله ينور من الكوب ما شاء الله. معاك حاجه؟ ايوه حداد، صلاه النبي يا حداد. منى بعد اذنك بص لنا هنا برضو بعد ما تخلص مع الناس ما شاء الله. حاج بص لنا هنا، بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك. ايوه استاذ خالد، مين استاذ خالد بقى؟ احنا نعرفه صلاة النبي. ايوه انا متكوي اه الفل. صور صلاة النبي، صور برضه يلا على النبي اهو. رامي طالع اهو، ميسيو رامي كده الاداء اعلى شويه. حلاوتك يا ميسيو رامي. ايوه يا هندسه، العب يا حماه. الله ينور يا ريس. ما شاء الله مين اللي عامل المصران ده استاذ عماد بعد اذنك؟ اللي عامل المصران ده واحد ابن حلال دعوت. سامع الخوالة يا جماعة؟ اه ماتش يا جماعة مش مصران. ما هو داخل على المصران. معايا حلوف برضه اهو كده يا جماعة، صلاة النبي.
ما شاء الله. المرافق يا جماعه في السريع يا جماعه. ما هو فوق باينه يا جماعه. خلصنا يومنا كده يا جماعه الحمد لله رب العالمين اهو. واحنا المفروض ان احنا دلوقتي ايه طالعين ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب. بس بالله عليكم لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعملوا لايك وتشتركوا معانا في القناه. كان معانا الناس الطيبه ديت برضو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.